واستكمالا لقواعد الاستقرار ولدعم التعليم ومواصلة تعزيز التكامل التربوي، أقيم وبحضور النائب محمد كريم البلداوي وقائم مقام قضاء بلد وعدد من المسؤولين الحكوميين حفل تكريمي ل150 طالبة من ثانوية القلم للبنات بقضاء بلد، ممن حصلنا على معدلات من 95% فما فوق خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي. ويعتبر الحفل تشجيعا للطالبات للاستمرار بالتفوق من أجل الوصول إلى كليات مرموقة بها وضمان مستقبل مبهر لطلبة المحافظة. وسط حضور حكومي وشعبي وأولياء أمور، إدارة ثانوية القلم تكرم الكادر التدريسي والطالبات المتفوقات من أجل خلق روح المنافسة بين طالبات ثانوية القلم للبنات وكافة مدارس المدينة. الحمد لله والشكر، اليوم تكرمنا من بحضور المسؤولين وبحضور كادر اعداديه القلم. طبعا احب اوجه شكر الاهلي لانه ساندوني بهذا المجال، واحب اشكر كادر اعداديه القلم لان مجهودهم ويانا كان كلش كبير. اهدي هذا التفوق الاهلي ومن ثم الكادر اعداديه القلم لانه مجهودهم ويانا كان كلش كبير، وان شاء الله نرفع راسهم بالنهايه. اليوم قطفنا ثمار التعب وتعب اهلنا وامي وابويا والمدرسين كلهم والمدرسات والاداره، طبعا الساهره والاستاذ يوسف وكلهم وقفوا ويانا، والحمد لله وكلش احنا فخورين بهذا الانجاز انا والبنات كلهم. هذا وقد ثمن الحاضرون هذه المبادرة التي يعتبروها دافعا معنويا وتقديم الدروع والشهادات التقديرية من قبل مسؤولي المحافظة وتقديم المزيد والدعم لهم. شعور كلش جميل جدا، اولا لحضور المسؤولين الكبار في مدينة بلد وهي فالسابقة جميلة جدا، ثانيا لحضور كافة الطالبات واهاليهم لإسعاد هاي النخبة الطيبة من الطالبات. والحمد لله المدارس، مدرسة القلم الأهلية من المدارس المتميزة بالقضاء، وفي كل عام لله الحمد نحصد نجاح باهر إن شاء الله. السنة على الامتحانات الوزارية إن شاء الله نحقق نتائج طيبة. هذه الكوكبة الراقية، هذه الثمار الطيبة التي أينعت، والحمد لله إن شاء الله قطاف هذه الثمار بنجاح باهر وبمعدلات عالية. نبارك لمدرسة القلم هذه الجهود المبذولة، شكرا لكادرها وشكرا لما قدمته. نبارك لطالباتنا وبناتنا الأعزاء هذا التكريم وما قدموه من جهد يستحقون عليه الشكر والثناء. نبارك لأهلهم ونبارك لكل أبناء هذا الوطن هذه التجربة الرائعة الكبيرة. الكادر التدريسي ثمن دور الطالبات المميزات ودعم حكومة المحافظة ودعم حكومة بلد المحلية وأعضاء مجلس النواب العراقي لرفع اسم المحافظة عاليا ولرفع العملية التربوية لتخريج جيل واع من الطالبات المتفوقات التي يرفعن اسم صلاح الدين واسم مدارس المحافظة في عالم التفوق والنجاح. تكريم المتفوقات من طالبات إعدادية القلم اليوم دليل حرص أهاليهم ودعمهم ودعم الكادر التدريسي لقطف ثمار النجاح والتفوق ورفع اسم العراقي عليا. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.